شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيران، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، السيد كاتب الدولة المحترم، نسائلكم حول المعايير التي تعتمدها وزارة النقل في منح التراخيص الاستثنائية المتعلقة بنقل المسافرين عبر الطرق، وشكرا. الكلمة للسيد كاتب الدولة للإجابة على السؤال. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار المحترم. تعلم على انه المساله ديال كل ما هو مرتبط بالنقل يخضع للظاهره ديال 63 واللي الماده 8 مكرر تنظم المساله اللي مرتبطه بها التراخيص الاستثنائيه. لا شك انك تقصد نوعا معينا من التراخيص الاستثنائيه، لان انواعها هي اربعه. واظن ان التوجه للسؤال مشى في اطار التراخيص اللي هي مرتبطه اساسا بالفترات ديال الدعم ديال ما هو موجود، وخاصة في المناسبات ديال العطال والأعياد، ومتى يكون هناك طلب اللي هو يزيد عن العرض. في هذا الإطار كاين مذكرات اللي هي مذكرات مبنية على الظاهرة ديال 63، واللي تنحاولوا من خلال القرارات التنظيمية اللي تنوجهوها أننا ننظموا بها هذه العملية. فالتدبير ديالها تيكون فيه النوع ديال الاستباقيه من خلال اننا تنعتمدوا المعطيات المرتبطه بالسنوات الثلاث الاخيره باش تنشوفوا واش كاين خصص على صعيد بعض المحطات ديال الانتقال ولا لا، بالاضافه الى انه في الاونه الاخيره بمعنى خلال هذه السنتين الاخيرتين تنحاولوا نجمعوا مفتشين ديال النقل ثم المصالح ديال الخارجيه ديال النقل تتشتغل على الصعيد الاقليمي في اطار لقاءات مع المهنيين على اساس انه خلال يومين ولا ثلاثه تتعرض عليهم الموضوع ديال الرخص الاستثنائيه على اساس انها تستقبل ما يفيد عليها من طلبات، وانه تتكون الاولويه بالاساس للطلبات اللي تيكون صاحب الحافله اللي تيطلب يكون عنده الانطلاقه من تلك المدينه التي يريد ان ياخذ منها رخصه استثنائيه. شكرا. الكلمه لاحد الساده المستشارين في اطار التعقيب. شكرا السيد الرئيس، السيد كاتب الدوله، انا متفق معكم فيما يتعلق بمنح الترخيص الاستثنائي للحافلة التي تقل المسافرين عبر الطرق لما يكون هناك اكتضاض بمناسبة العطل الدينية، بمناسبة العطل بصفة عامة، ولما يكون هناك طلب ديال المواطنين أكثر من العرض. ما يمكنش نخليو المواطنين ديالنا مرميين في الأزقة ديال المحطات الطرقية. لكن سيد كاتب الدولة اسمحوا لي أن أقول لكم بأنكم في جوابكم لم تحدثونا عن المعايير المعتمدة، وحسب علم الفريق بأن هناك أربع شركات معدودة على رؤوس الأصابع هي من تسيطر ومن تستفرد وتستحوذ لوحدها بهذه الرخص الاستثنائية. كنقول السيد الرئيس الفصل الثامن المكرر من ظاهر ديال 12/11/1963 صحيح يعطي هذه الامكانيه للاداره، ولكن اعلى سلطه في الجسم القضائي اللي هو محكمه النقد المجلس على سابقا قال في احدى قراراته بمناسبه نزاع قضائي جمع الاداره مع شركه معينه بان الرخصه الاستثنائيه للنقل اذا كانت مدتها سنه كامله تنتفي معها الصبغه الاستثنائيه. حنا كنسألكم سيد كاتب الدولة علاش كتعطيو الرخص الاستثنائية لواحد مدة طويلة لشركات بعينها في ضرب صارخ لمعايير ديال النزاهة والمعايير ديال تكافؤ الفرص اللي حرص على التأكيد ديال الدستور وكذلك القوانين المنظمة للصفقات العمومية وللتعامل مع الإدارة. هذه المسألة هذه السيد الوزير المحترم فيها تعارض مع الشعار الذي رفعته الحكومة ومحاربة الريع. منح أربع شركات لوحدها هذا هو عين الريع، هذا هو الريع. ثانيا السيد كاتب الدولة أنا بغيت نقول لكم بأن هذه المسألة هذه كتأدي لواحد المنافسة غير مشروعة للمنظومة القانونية ديال مدونة التجارة تجرمها وتمنعها. المنافسة غير مشروعة هي غير معترف بها في المغرب. علاش وزارة ديالكم كتعطيو الأربعة الشركات لوحدها؟ ثانيا كتضرب السلامة الطرقية، وحنا في السنة الفارطة عاد صوتنا على القانون المتعلق بالسلامة الطرقية، وكنعطيكم مثال. لما كتجي الوزارة وكتعطي رخصة استثنائية في توقيت محدد مثلا 8 صباحا، وكاينة رخصة اللي كتكون مملوكة أو الوزارة عاطية المعدونية لواحد السيد أو واحد الشركة سواء كان شخص ذاتي أو معنوي، هنا خصكم تفسروا لنا ومن ورائنا الرأي العام علاش الرخصة الاستثنائية وديك الخط كاين مشغل.
إذن أنا القصد ديالي ليس الدفاع عن الشركات أو أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، ولكن أدافع عن النقال البسيط اللي عنده خط قصير. ملي كتجيو كتعطيو رخصة استثنائية لشركة بعينها، راه كتلحقوا بها واحد الضرر وكديوها للإفلاس. الإصلاح السيد الوزير المحترم خصكم ديروه عن طريق التشريع. هاد الدائرة 63 شكرا السيد المستشار. كلمة السيد كاتب الدولة لرد على التعقيب. شكرا السيد الرئيس. لا انا نبغي غير السيد المستشار المحترم يكون موضوعي وواضح، لان دابا الناس غادي تفهم اللي تيتصنتوا للمجلس المستشارين انه كاين 4 ديال الشركات اللي تيديو. غير صحيح. السيد المستشار تتحدث عن الرخص الاستثنائيه في الاقاليم الجنوبيه باش الناس يفهموا، لانه الرخص الاستثنائيه من غير الاقاليم الجنوبيه تياخذوها جميع الشركات. غير صحيح سيد المستشار. صحيح، ليس هناك احتكار ديال 4 ديال الشركات. انا مستعد نعلن على جميع الشركات اللي تيديو الرخص الاستثنائيه وما اكثرها، تكاد تكون بالمئات على حساب المدن وعلى حساب المراكز وعلى حساب انت تتكلم. هادو اللي عطاوك المعطيات تيقولوا لك 4 ديال الشركات اللي كاينه في الاقاليم الجنوبيه اللي فيها الاستثناء. علاش؟ لانه لما طلب في 76 77 باش كل اللي غادي يدير الخطوط يمشي للداخله ويمشي للعيون ويمشي، ما كانت حتى شي شركه تتقدم. فهذا وضع خاص. نحن نعمل اليوم على انه ما يبقاش استثنائي في الاقاليم الجنوبيه، وما عدا الاقاليم الجنوبيه ما قلته السيد المستشار خطا واضح، وارجو ان تعيدوا النظر في داكشي اللي عندكم. شكرا.